تحياتي حور وتحياتي مشاهدينا الكرام. يعني بالفعل اليوم هو اليوم الأول لتطبيق التعريفة الجديدة والسعر الجديد لأسعار المحروقات. وبعد ارتفاع أسعار المحروقات حرص يعني معالي المحافظ دكتور إبراهيم صبر أن يتواجد في مختلف المواقف لكي يرى كيف يتم العمل بالنظام الجديد، كيف يتم الالتزام بالتعريفة الجديدة التي أقرت في جميع المواقف، ونتعرف على الصورة بشكل أفضل. يسعدنا أن يكون معنا دكتور إبراهيم. نرحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز. وفي البداية يعني اليوم زيادة في أسعار المحروقات، زيادة في أسعار البنزين وكذلك السولار، كيف الحال في مختلف المواقف؟ صباح الخير وبنرحب بيكم في محافظة القاهرة. احنا حاليا موجودين في موقف عبد المنعم رياض لمتابعة التعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار المحروقات زي ما سيادتك تفضلتي. يعني احنا عملنا تعريفة جديدة تتوافق مع الأسعار الجديدة، ورعينا أمور كتيرة جدا، رعينا مصلحة المواطن، وأيضا قدرنا نوفق برضو مصلحة السائقين. الزيادة حضرتك بتتراوح من 10 ل 15% حسب طول المسافة، يعني من 10 ل 15%. يعني مثلا لو بصينا على السيرفيس في داخل محافظة القاهرة، الزيادة بتتراوح من 50 قرش لجنيه، بالإضافة إلى أنه في بعض الخطوط بتبقى طويلة شوية، زي مثلا من حلوان لستة أكتوبر، أو من حلوان لبدر، أو من السلام لأحمد حلمي. يعني بعض المواقف اللي هي المسافات بتاعتها طويلة دي بتتراوح حتى جنيه ونص وجنيه 75 قرش. دول 4 خطوط فقط، لكن السيرفيس من 50 قرش، تتراوح زيادة من 50 قرش لجنيه. بالنسبة لهيئة النقل العام، الزيادة جنيه واحد على التذكرة. طيب الأتوبيسات اللي هي المكيفة زيادة 2 جنيه، لكن هي جنيه واحد على كل الخطوط الخاصة بهيئة النقل العام داخل محافظة القاهرة، لكن المكيف 2 جنيه. يعني الأقاليم، أنت عارفة حضرتك عندنا مواقف أقاليم في المرج مرتبط بالمحافظات الصعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط، يعني كل المحافظات سيادتك بتربطنا بيهم، سيادتك مواقف مشتركة. يعني تم التنسيق مع الزملاء المحافظين في المحافظات الأخرى عشان برضو ننسق موضوع التعريفة المشتركة، والزيادة برضو تتراوح من 4 جنيه ل 18 جنيه حسب بعد المسافة. التاكسي اللي هو التاكسي الأبيض زيادة جنيه واحد برضو بنفس الحكاية، جنيه في كل كيلو زيادة. فيعني أعتقد أن دي نسبة يعني إن شاء الله تبقى معقولة. وإحنا النهاردة مرينا برضو على بعض المواقف، ومن ضمنهم الموقف اللي متواجدين فيه الخاص بعبد المنعم رياض عشان الاطمئنان برضو على الأحوال، وبنسأل برضو الناس وبنسأل السواقين وبنسأل المواطنين، وبنشوف برضو الأسعار ومدى يعني تقبلهم. وأنا شايف أنه في إلى حد ما رضا، وفي رضا عن هذه اللائحة وهذه الأسعار، بالإضافة إلى أنه احنا عاملين في كل موقف لائحة كده بالتعريفة الجديدة بحيث يبقى السادة السائقين ملتزمين بها. في عندنا خط ساخن في المحافظة رقم 114 بحيث أنه بيتلقى الشكاوى من المواطنين لو في أي زيادات. الحاجة الثانية أنه السادة رؤساء الأحياء المتواجدين وكل قيادات المحافظة والسادة نواب المحافظين كلنا متواجدين في دائرة المحافظة لمتابعة الموقف ومتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة. بالحديث يا فندم عن المتابعة والرقابة، يعني مع زيادة الأسعار ربما نجد أن في سائقين ما بيلتزموش باللائحة أو بيغالوا في التعريفة الجديدة أو ما بيلتزموش بالتعريفة الجديدة، كيف سيتم ضبط الأسعار على مستوى كل يعني المواقف أو على مستوى سيارات الأجرة كما ذكرت يعني؟ لا دي حضرتك مش هنتهاون فيها. عندنا الجهاز السيرفيس بيتابع
في حالة المخالفة بتتخذ كل الإجراءات طبعا بالتنسيق مع المرور. هيبقى في إجراءات خاصة يعني لو في أي مخالفة لهذه التعريفة وهذه الأسعار. وزي ما بقول لحضرتك احنا راعينا فيها البعدين، وفي نفس الوقت الزيادة مش 15% مرة واحدة، لا ده زيادة من 10 ل 15% حسب المسافة. زي ما قلت لحضرتك هي من 50 قرش لجنيه، لو مسافة طويلة ممكن تزيد لجنيه ونص أو 175 قرش، ودول أربع خطوط فقط اللي في محافظة القاهرة اللي عليهم الزيادة دي. لكن معظم الخطوط اللي موجودة في نطاق محافظة القاهرة هو من 50 قرش لجنيه حسب المسافة. حضرتك يا فندم في اليوم الاول حرصت تتواجد في موقف عبد المنعم رياض كما نحن نتواجد الان والعديد من المواقف الاخرى، وتحدثت مع السائقين وايضا مع المواطنين، كيف كانت ردود الافعال؟ والله يا الناس الحمد لله انا تحدثت مع الركاب اللي موجودين في وسائل المواصلات، ويعني فتحنا معاهم حوار ولقاء، وهم برضو الحمد لله يعني عارفين الظروف وعارفين الموضوع ماشي ازاي ومتقبلين الموضوع يعني بشكل رحب، لانه الزياده زي ما قلت لحضرتك ما هياش كبيره قوي، الزياده تعتبر بنسبه معقوله يعني من 50 قرش يعني اعتقد لجنيه حاجه ان شاء الله يعني مش هتبقى يعني كبيره جدا على المواطن. دكتور ابراهيم شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا شاشه اكسترا نيوز. اذا مشاهدينا في اليوم الاول نجد ان هناك انتظام في حركة السيارات وحركة سيارات الأجرة وكذلك سيارات الميكروباصات في مختلف المواقف، أيضا تطبيق التعريفة الجديدة للأسعار والرقابة التي تقوم بها المحافظة للتأكد من تطبيق هذه الأسعار بالشكل الأمثل وبالصورة الأفضل لتقدم أفضل خدمة للمواطنين. هذه الصورة من موقف عبد المنعم رياض من محافظة القاهرة، والكلمة تعود إليك مرة أخرى حور. أنا بشكرك شكرا جزيلا للزميلة ميرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز، وشكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم بالتأكيد.